ما سمعته محكمة الصلح في مدينة الناصر أعطت حكم 5 سنوات للأسرى اللي خرجوا من السجن، أسرى الحرية الست اللي خرجوا من السجن، وغرامة 5000 شيكل لكل أسير مع السجن مع وقف التنفيذ لمدة 8 شهور. إحنا لسه ما استلمنا القرار نهائي على أساس إنه نشوف إذا في مجال للاستئناف عنه أو النقد فيه أو نترافع لمحكمة درجة لمحكمة أعلى بالدرجة، سواء في المحكمة المركزية أو في محاكم ثانية. وما ننسى إنه الأسرى هون أخذوا حصة من العقاب الموجه لإلهن في إدارة السجن. إدارة السجن أعطتهم عقوبات تأديبية في داخل السجن، فإحنا ادعائنا واضح من المرحلة الأولى أنه مش ممكن يعطوا عقوبة لمعتقل مرتين، سواء في داخل السجن من إدارة السجن ومصلحة السجن ومن محكمة الصلح في مدينة الناصري. فهون إحنا هذا ادعائنا راح يكون ادعاء أولي حاليا في أيات محكمة راح نتوجه لها في موضوع الاستئناف على موضوع الأسرى. بخصوص الأسير زكريا زبيدة أبو محمد، بعده لحديت هاي اللحظة ما دخل على قاعة المحكمة، مع أنه القاضي نطقت في الحكم فعليا في حق زكريا، قالت أن الحكم هو مشابه مطابق لباقي الأسرى 5 سنوات. بنستنى يطلع زكريا على قاعة المحكمة عشان بالدرجة الأولى نعزي في وفاة أخوه ونبارك له في شهادة أخوه ونعطيه معنويات كمان. إحنا متأكدين أنه ما هو مش بحاجة لمعنويات، إحنا بنأخذ معنوياتنا من زكريا ومن باقي الأسرى.